أعزائي الكرام، صباح النور وأهلا بكم معي أحبائي في هذه الوصفة الجديدة اللي درتها تناسب الأعياد هذه السنة إن شاء الله. مكوناتها هما ثلاثة فقط. إليكم أحبائي مقادير الوصفة. لهذه الحلوى نحتاج لزوج كيسان تاع بسكوي مهرس، مكسرات نصف كاس، زوج ملاعق تاع نيسلي، وعلبة كاملة نتاع شوكولا. أول خطوة ناخد الإناء صحن، نحط فيه البسكوي، نضيف عليه المكسرات نتاعي داك نصف كاس، زوج ملاعق تاع نيسلي، نمزج الكل جيدا مع بعض. بمجرد ما نحصل على عجينة اللي كل قوام تاعها بهذا الشكل متماسكة نحطها على جنب. من جانب تاني ناخد علبة شوكولا نحطها في إناء هكذا ونخليها تسخن على بخار ماء. مجرد ما تدوم غادي نحتفظ بالنصف الثاني لاني غادي نستعملها في بقيه الوصفه، نخليها على جنب. عندي ديمول هكا تاع سيليكون صغار في الحجم، ماشي كبار وماشي تاني صغار بزاف، متوسطين مايلين للصغار. نرشهم برشه خفيفه نتاع لا بومب هذيك دوغي، متواجده ومتوفره في محلات اللي يبيعوا مستلزمات الحلوى. حطيت عليها ملعقتين تاع شوكولا دائبه اللي كنت ذوبتها على الباماري، وحاولت يعني بقدر المستطاع نسيح كامل هذاك الشوكولا نتاعي في المول كما يوضح الفيديو. فوالا بهذا الشكل. وبمجرد ما عممت يعني هذاك البرودوي، يعني حطيت الشوكولا في كامل المول تاعي، حطيتهم في الثلاجة لمده نصف ساعه. بعد نصف ساعة خرجتهم من الثلاجة وحطيت هذيك لافارس اللي كنت خدمتها في الوسط كما تشاهدين. وضفت زوج ملاعق صغار نتاع الشوكولا الدائبة الثانية اللي كنت ذوبتها كذلك على الباماري. فوالا. وحاولي تسيحي يعني الشوكولا في كامل المول. جلي تابوتي هكا ليجيرمون على لو بلون طرافاي باش الشوكولا نتاعي تسيح في كامل المول. ومن بعد حطيت هاد لي مول تاعي في الثلاجة. تنجمي تحطيهم في الثلاجة ولا تحطيهم في الكونجيلاتور لمدة ساعة على الأقل ساعة حتى لساعتين. مجرد ما تتمسك معايا هكا الحلوة جلي ديمول فاسيلمون كما تشاهدين. رائعة، أنيقة، جميلة جدا، جربوها حتى في المذاق، رائعة المذاق. تنجمي تحطي لافارس، هي مجرد بسكوي مع مكسرات. حطي اللوز، الا ما عندكش اللوز حطي جوز الهند نواة كوكو، الا ما عندكش جوز الهند حطي جلجلان، الا ما عندكش جلجلان تنجمي تحطي قرقاع جوز ولا حطي بندق ايا كان. فتحت هكا حبه امامكم باش تشاديها في الوسط كيفاش تكون النتيجه. مذاقها لذيذ جدا، رائع، بالخصوص اذا خديتي يعني جوده يعني تكون شويه رائعه في نوعيه الشوكولا، يعطيك تكون معك النتيجه هايله. اتمنى احبائي ان هذه الوصفه قد نالت رضاكم، تعجبكم، تفيدكم كايدي يعني كفكره بالنسبه للاعياد. وإلى لقياكم أحبائي في وصفة أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وصحة فطوركم.